بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة تيليتشات الفضائية، وهي من القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وأيضا مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا. ينتظر كافة الجماهير المصرية بفارغ الصبر القنوات المفتوحة والتي تنفرد ببث مباريات كأس أمم أفريقيا عبر القمر الصناعي نايل سات، من أجل متابعة كافة مباريات منتخب الفراعنة مصر ببطولة أفريقيا، والتي سوف تقام بالكاميرون بيوم 9 من شهر يناير الجاري، وسوف تستمر حتى يوم 9 فبراير القادم لعام 2022، حيث أن يحتل منتخب مصر المجموعة الرابعة، وسوف ينضم لها فريق السودان وغينيا بيساو. ويرغب الكثير من عشاق كرة القدم من التعرف على القنوات المجانية الناقلة بشكل حصري لفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالوطن العربي وأيضا الشرق الأوسط، من أجل التعرف على الترددات الخاصة بالقنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم أفريقيا على النايل سات بشكل مجاني. وقد جاءت مجموعة كأس أمم أفريقيا التي من المقرر أن تنطلق بيوم 9 يناير على هذا النحو. المجموعة الأولى تضم فريق الكاميرون وأثيوبيا وبوركينا فاسو وكاب فيردي. المجموعة الثانية تضم فريق السنغال وفريق غينيا وفريق زيمبابوي وفريق مالاوي. والمجموعة الثالثة تضم فريق غانا والمغرب وجزر القمر والجابون. المجموعة الرابعة فريق نيجيريا ومنتخب مصر ومنتخب السودان ومنتخب غينيا بيساو. المجموعة السادسة مالي وجامبيا وتونس وأيضا موريتانيا. إذن تردد قناة تيلي تشاد الناقلة، إحدى القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا. التردد القمر الصناعي النايل سات، التردد 12015، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. إذن تردد قناة تيلي تشاد عبر القمر الصناعي النايل سات، التردد 12015، معدل الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500. إذن قناة تيلي تشاد، وهي من القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية، وترددها على القمر الصناعي نايل سات، التردد 12015، معدل الاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 3/2، معدل الترميز 27500. إلى هنا ننتهي من نقل تردد هذه القناة، ونسأل الله أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.